شباب، اليوم راح نحكي عن منتج كثير مهم من شركة سايتك اللي هو سيلينيوم. راح أحكي عنه بشكل بسيط. من أهم وظائف السيلينيوم هو بحافظ على جهاز المناعة وبقوي جهاز المناعة، فكثير منيح أي حدا ياخذه سواء كان رجل أو امرأة، كبير بالعمر صغير بالعمر، رياضي أو غير رياضي، ما بتفرق، أي حدا بيقدر ياخذه. ثاني شيء من أهم وظائفه كمان أنه هو بحافظ وبقوي وظائف وبساعد الغدة الدرقية، بتساعد كثير هاي شباب الغدة الدرقية على التحكم بالوزن وبعمليات الأيض ومستوى عمليات الأيض. ثالث شيء كثير منيح للأظافر، بقوي الأظافر وبقوي الشعر، وغير هيك كمان مضاد للأكسدة. فصراحة بنصح أي حدا يجي ياخذ هذا المنتج، كثير مفيد للجسم وللوظائف الحيوية. طريقة استخدام تقدر تاخذ حبة باليوم بين الوجبات أو أي وقت. الشباب من شركة سايتك برضه راح احكي عنه، هو ALA الفا لايبويك اسيد. بكل بساطة الفا لايبويك اسيد هو مضاد اكسدة، يعني بطرد السموم ومنع تراكم السموم في الجسم وبطلعها. كثير مهم برضه للعيبة بناء الاجسام شباب، لما تكون عامل دايت انت قوي، يعني بس بروتين وكربوهيدرات اللي بتدخل على جسمك ودهون، ما فيش كثير تغير بجسمك. كثير ممتاز انه اذا صار في تراكم سموم بالجسم يطلعها كلها. بنصح اي حدا ياخده، مش شرط لاعب حديد او اي رياضي، بالعكس اي حدا بيقدر ياخده لانه كثير منيح للجسم برضه وكثير منيح لجهاز المناعه وبحافظ على الوظائف الحيويه بالجسم. طريقه استخدامه جدا سهله، حبه باليوم بتقدر تاخذها اي وقت. طبعا نحكي عن الشباب، هو ادفانس مالتي من شركه سايتك، بيحتوي على 10 معادن اللي هم كالسيوم، مغنيسيوم، كابر، زنك، ايودين، وسيلينيوم وغيرهم. طبعا كثير له فوائد هذا المنتج، راح احكي عن اهمها اليوم. من اهم فوائده هو انه ممتاز لجهاز المناعه، ممتاز للجهاز العصبي، ممتاز للخصوبه عند الرجال، بيرفع هرمون التستوستيرون الطبيعي، ممتاز للعظام، للمفاصل، للاسنان، للاظافر وللشعر، بتحكم بالسوائل داخل وخارج العضلات، بخفف من الشعور بالتعب والارهاق، وبعطيك طاقه طبعا خلال اليوم بكمل هارك طبيعي. كثير ممتاز لخلايا الدم الحمراء وبقويها، وبوصل اكسجين احسن للدم، مضاد للأكسدة. بنصح صراحة الجميع يستخدمه. طريقة استخدامه جدا بسيطة، هي حبة قبل التمرين، تقدر تاخذ حبة صباحا او قبل النوم او اي وقت بدك اياه. ويعطيكم العافية.